جدر الإشارة هنا واحد المسألة مهمة جدا خصنا نشير لها هنا، لأن يوم الجمعة بإذن الله لا يمكن له أن يرى لا بالعين المجردة ولا بتلسكوب، يعني في جل دول العالم الإسلامي. هذه ما كاين اللي قال لك شاف الهلال شاف شي حاجة أخرى، أما الهلال لا يمكن أن يرى لا بتلسكوب ولا يعني بالرؤية العارية الرؤية المجردة. والناس سيرون الهلال يوم السبت سيرونه منتفخا، يعني غادي يشوفوه كبير. والناس هنا ملي كيشوفوا الهلال الكبير تيقول هذا راه ديال البارح، خصنا تيكونوا على بال. كيفاش؟ لأن الموكت قلنا خصو يكون 48 دقيقة. والقمر يتأخر عن كل غروب ب 50 دقيقة، لأنه تيقطع 12 درجة ونص تقريبا، 13 درجة قول 13 درجة، في كل يوم يقطع 13 درجة، بمعنى أن يتأخر عن 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 اذا غرب مثلا اليوم في السادسه سيتاخر ب 50 دقيقه. حنا عندنا 23 دقيقه، باقي القمر في الافق 23 دقيقه يوم الجمعه، ويوم السبت شحال غيبقى؟ غادي يبقى 50 دقيقه زائد 23، اذا 50 دقيقه زائد 23 كتساوي 73، يعني ساعه و 13 دقيقه، من 13 يعني ساعه و 13 دقيقه سيبقى الافق القمر في الافق. الا شافوه الناس تيقولوا هذا راه ديال البارح، لا ماشي ديال البارح، الناس يكونوا على بال، لأن الرؤية المغربية في الحقيقة رؤية رائدة، والمغرب يعني كيفتخر به العالم والعلماء، علماء الفلك ولا علماء الشريعة تيقول بأن الرؤية المغربية لا تضاهى، وبالتالي خصنا يجب على الناس أن يطمئنوا ولا ينشروا مثلا دوك التشويشات ولا يقولوا راه كلينا ما كلينا، ابدا. الرؤيه المغربيه راه في العالم الاسلامي راه هي الرؤيه اللي هي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، لان الهلال كيدخل يما بالرؤيه الشرعيه البصريه المجرده. حنا وزاره الاوقاف ما كتقبل لنا نصدروا الهلال بالتلسكوب، حنا كنستانسوا فقط في التلسكوب. لماذا؟ لان الشريعه رحمه للناس اجمعين، والدين جاء لعامه الناس، ولم يأتي الدين لأصحاب التلسكوبات ولا الرؤية البصرية المجردة. حتى ذاك المزدوج، ذاك المنظر المزدوج، لا قال لك اسيدي خصك تشوف القمر هكذا ليكون يعني في متناول الجميع. ووزارة الأوقاف مشكورة راه كتصدر إعلانات باش الناس يتحروا الهلال في القرى وفي المدن. هناك لجان من شمال المغرب إلى جنوبه، في كل مدينة لجان، و يعني ناس لهم تجربة والرصد متمرس، وكيطلعوا للصومعة وكيرصدوا الهلال، وبالتالي كيرفعوا تقارير. اللي شافوا من عامة المواطنين يتقدم يقول لك راه شفت الهلال. ولكن يوم الجمعة هذه المسألة راه ترجع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولكن العلم أعطى بأن يوم الجمعة لا يمكن للهلال أن يرى في العالم الإسلامي. ومن قال بأنه رأى يمكن به الحساب أو لا، المهم الرؤية البصرية راه ما كاينة. وبالتالي إن شاء الله بإذن الله فاتح رمضان سيكون إن شاء الله يوم الأحد، غرة رمضان إن شاء الله يوم الأحد هو فاتح رمضان بعلم الحساب وبالرؤية الشرعية.